بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وأخيرا نزل جيل بريك الإصدار السادس لجميع الأجهزة، سواء آيفون 5، 4، 3GS، 4S، آيباد 2، آيباد ميني، آيباد 4، آيباد 3 عفوا، جميع أنواع أجهزة أبل. الآن أنا بجرب معاكم على آيفون 5، ما جربته من قبل، يعني لو واجهتني أي مشكلة بتكون تلقائية يعني معاكم. نمشي معكم خطوة خطوة. أول حاجة نشبك الآيفون بالكمبيوتر، لاحظ أول ما شبكنا الآيفون تلقائي اشتغل الآيتونز. نقفله نهائيا الآيتونز، نفتح ملف الجيل بريك الخاص بنسختك. انا عندي نسخة الماك، هنجرب على نسخة الماك الان، وهي تقريبا نفس الشيء للويندوز. نضغط على هذا الايقونة اوبن، الان ظهرت معنا كلمة جيل بريك، نضغط عليها وما نلمس ولا شيء لا بالجوال ولا على الكمبيوتر. لاحظوا معايا الآن طفى الجوال، والخط ماشي معانا. جات هنا علامة التفاحة، لسه الخط. الآن اشتغل الجوال، افتح الجوال، نلاحظ أيقونة الجيل بريك نزلت عندنا، نضغط عليها ضغطة واحدة بسيطة. نلاحظ الآن الخط ماشي يكتمل معانا. طفى الجوال، لاحظوا هنا البرنامج خلص انتهى، بس باقي يشتغل معنا الجوال ونلاقي السيديا داخله.
احنا اشتغل معنا الجوال، وهذه السيدي امامكم، والف مبروك الجيل بريك. ان شاء الله يكون الشرح بسيط وسهل وفهمتوه.